تعرف على الجرين كارد الأمريكية. جرين كارد البطاقة الخضراء، وثيقة تصدرها وزارة الأمن القومي الأمريكية، تسمح للأشخاص المولودين خارج الولايات المتحدة بالإقامة والعمل في الأراضي الأمريكية، وهي تثبت أن حاملها مقيم بشكل دائم في البلاد، وغالبا ما تكون مرحلة تمهد للحصول على الجنسية. تستمد البطاقة الخضراء اسمها من اللون المستخدم بواسطة النموذج E151، ومنذ عام 1964 أدخلت عدة ألوان على البطاقة لكنها بقيت تحمل نفس الاسم. وعام 2006 استخدم اللون الأبيض في الواجهة مع اسم وصورة حاملها مع شريط أخضر داك على الجهة اليسرى لمنع التزوير. يتمتع حامل البطاقة الخضراء بكافة الحقوق المدنية للمواطن الأمريكي عدا التصويت في الانتخابات، فله حق الإقامة الدائمة فوق الأراضي الأمريكية والعمل بشكل قانوني، ويمكنه الحصول على المنح المالية والقروض الخاصة للتعليم وشراء العقارات، إضافة إلى الحصول على الضمان الاجتماعي والصحي عند التقاعد. يلتزم حامل البطاقة بالقوانين الأمريكية ويدفع الضرائب، لكنه لا يعتبر مواطنا أمريكيا. لا يتمتع حامل جرين كارد بالمواطنة الأمريكية، لكن يمكنه أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد 5 سنوات، وبالتالي الحصول على جواز سفر أمريكي. يحق لأبناء المهاجرين الحاصلين على جرين كارد الالتحاق بالمدارس الأمريكية. يعتبر القانون أن المواطنين الأمريكيين لهم حقوق أكثر من المقيمين بشكل دائم. بخلاف المواطن الأمريكي، فإن المقيم بشكل دائم يمكن طرده من الولايات المتحدة. كيف تحصل على جرين كارد؟ هناك حالات للحصول على جرين كارد من خلال الأقارب المقيمين في الولايات المتحدة ومن خلال طلب اللجوء، وفي بعض الأحيان يمكن أن يقدم الشخص أوراقه بنفسه. ومن شروط الحصول على البطاقة الخضراء أن يكون المتقدم ضمن إحدى الفئات المؤهلة كفئات المهاجرة والواردة في قانون الهجرة والجنسية الأمريكي. وهناك أيضا شرط الموافقة المسبقة على أوراق الهجرة مع بعض الاستثناءات. وضعت السلطات ما يسمى ببرنامج الهجرة العشوائية، أو ما يعرف باسم قرعة الجرين كارد، بموجب قانون الهجرة عام 1990 الذي رفع عدد المهاجرين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة من 500,000 مهاجر إلى 700,000 مهاجر سنويا. وبموجب هذا القانون الجديد تم استحداث نوع جديد من التأشيرات أطلق عليها اسم تأشيرة التنوع، وتم تخصيص 50,000 تأشيرة. تأشيرة التنوع يتم منحها عن طريق تنظيم قرعة سنوية يشارك فيها مواطنون من دول تتميز بقلة عدد مهاجريها إلى الولايات المتحدة. وبدأت هذه القرعة رسميا أوائل سنة 1995، ومن شروط المشاركة فيها أن يكون الشخص في إحدى الدول المسموحة لها بالمشاركة خلال سنة التقديم، وأن لا يقل عمرهم عن 18 عاما، وأن يكونوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل، وأن يكون لديهم ما لا يقل عن عامين من الخبرة العملية. وتتم المشاركة عن طريق تعبئة طلب إلكتروني عبر الإنترنت، وتتغير قائمة الدول المسموح لمواطنيها بالمشاركة في قرعة جرين كارد باستمرار، إذ يمنع سكان البلدان التي هاجر منها أكثر من 50,000 شخص في السنوات الخمسين الماضية من المشاركة. فعلى سبيل المثال، منع سكان بنغلاديش، البرازيل، كندا، الصين، وكولومبيا، وجمهورية الدومينيكان، إكوادور، سلفادور، هايتي، الهند، جامايكا، والمكسيك، باكستان، البيرو، الفلبين، كوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، ما عدا إيرلندا الشمالية وفيتنام، منعوا هذو كلهم من المشاركة في قرعة ديفي 2014. يذكر أن مجلس النواب الأمريكي كان قد تقدم بمشروع قرار يدعو إلى إلغاء قرعة جرين كارد سنة 2005، بدعوى أن الإرهابيين يمكن أن يستغلوا برنامج الهجرة العشوائية للدخول إلى الولايات المتحدة للتخطيط لشن هجمات إرهابية ضد مصالح أمريكية، إلا أنه تم رفض مشروع القانون. ترامب، تضاربت الأنباء حول وضع حاملي البطاقة الخضراء من قرارات دونالد ترامب ضد المهاجرين، ففي حين أعلن البعض أنه يتم استثناؤه من الحظر الذي فرضه الرئيس على دخول مواطني عدد من الدول العربية والإسلامية إلى بلاده، ذكرت تقارير إعلامية أن البيت الأبيض أوضح أنهم بحاجة إلى فحص إضافي قبل عودتهم إلى الولايات المتحدة. في حين أكد مسؤول بارز في البيت الأبيض أن الحظر لا ينطبق على حاملي البطاقات الخضراء التي تخولهم الإقامة الدائمة على الأراضي الأمريكية، وبموجب القرار التنفيذي لحماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة الذي وقعه الرئيس ترامب، شرعت السلطات الأمريكية ابتداء من 27 يناير 2017 في منع
رعايا 7 بلدان مسلمة من دخول أراضيها. والبلدان السبعة هي سوريا، إيران، العراق، اليمن، الصومال، والسودان، وليبيا. وحظر المرسوم على رعايا هذه البلدان دخول الولايات المتحدة منذ 90 يوما لإعادة النظر في معايير منح التأشيرات.